عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ نحمد الله ونشكره. الله يخليك، طول الله عمرك. الله يكرمك. بقولك كان واحد صاحبي أخذ مني 2000 جنيه من 15 سنة. كنت في السعودية ونزلت أجازة، فغيرت له 1000 ريال ب 2000 جنيه من 15 سنة. فعملت حادث وقعدت، فالمهم يجي يلوم عليا إن أنا ما خدتش فلوس من أخويا عشان الحادث وكده. قلت له طيب وانت بقى انت عندك 2000 جنيه من 15 سنه فين هم؟ فردهم لي بزعل، يعني ان هو زعلان وردهم لي هم ال 2000 جنيه. هل ده يعني هو الصح انه يرجعهم 2000 جنيه زي ما خدهم، ولا افترض يبقى اكتر؟ يعني هو مدين لك ب 2000 جنيه، انا غيرت 1000 ريال ب 2000 جنيه مصري. تم التغيير خلاص. 15 سنه. يعني انت كان لك عنده 2000 جنيه وانت لم تذهب لاخذهم. ده لا، ها؟ طلبت فيهم كتير كم مره، لقيت ما هو بيقولوا عليا اني ما خدتش من اخويا فلوس. وقلت له طيب تتهموا عليا اني ما خدتش من اخويا فلوس، وانت عندك فلوسي؟ كيف ما خدش من اخويا فلوس؟ بعد 15 سنه برجعهم هم ال 2000 جنيه زي ما هم. طب وانت عايز ايه يعني؟ ال 1000 ريال، ال 1000 ريال ايامها كان ريال ب 2 جنيه. هو مدين لك بريالات او بالجنيهات؟ بس افهم، مدين لك بجنيهات او ريالات؟ لا هو بجنيهات. خلاص جنيهات. اذا انا هو غير لك ال 1000 ريال واديتهم له. طيب هو خذ منك جنيهات تردهم جنيهات. تمام. بس السلام عليكم.